قيام للهدى بالهدم يمحى
وقدور الصادق وعز الشيعة كنزون جم نستقي منه فلوح الحكمة ما هو التاريخ يحكي عن أمانيك الجليلة حيك من قضى عنها صدر أصحاب الفضيلة ترسم الأمة صفا واحدا بالجرذيلة ترسم الأمة صفا واحدا بالجرذيلة. فهو إليك المرجع منهاجه ونتبعه وإلينا المرجع منهاجه ونتبعه شرعا وفتوى قولا وفحوى في دعارات العقيدة. فهو إلينا المرجع منهاجه ونتبعه شرعا وفتوى قولا وفحوى في دعارات قدوم الفتنة يلقى محيصنا يدفع عنا يلقى محيصنا يدفع عنا كل أفكار سهيدة كل أفكار سهيدة. جعفر يبقى مرشدا فكرنا ورائدا جعفر يبقى مرشدا لفكرنا ورائدا في كل ركن جاء بفن في كل ركن جاء بفن وشعارات مجيدة بعلم الله وحدا وحلم ذيك وهو يؤلى إمام يسمع التاريخ روضا يرفض الجهل ويبني في ضمير الجيل إحساس الرسالية. إمام ألقى والإيمان من حاجة ليبني سلم الأذكى قاري للأرواح معراجة. إمام أسس الأخلاق ألقى والإيمان من حاجة ليبني سلم الأذكى قاري للأرواح معراجة. لهذا يقصد الخلق إليه اليوم أفواجا ليحيوا دينا